بس شوف، هو قد ما يكون نجم كما بالليلي ما شاء الله، هو يعني أبرز لاعب اللي عندنا اليوم في البطولة الجزائرية. قد ما الشهرة تاعو كبيرة، قد ما المسؤولية تاعو كبيرة في ميدان كرة القدم. بس ماشي غير يلعب البالون، عنده اون كوندويت اللي لازم يحترمها ويحترم الشهرة هذيك اللي عنده. بس ماشي غير الناس تاع المولودية اللي يحبوه، الناس اللي تحب كرة القدم تحب الليلة. أنا ماشي من المولودية، من حب الليلة كيلعب، يعني كما كيشوف ميسي ولا يشوف كريستيانو ولا نفرحوا بهم. احنا بالليلي رمز من يعني كرة قدم الجزيري، عنده مسؤولية. انا ما حملتش، مانيش عارف واش من ماتش نشوفه يطير كل خطرة مع الاربيتر ويروح يداوس، ماشي مليحة ليه، ماشي مليحة ليه هو، وماشي مليحة لكرة القدم. شفت باسكو شاك فوا وين ان جوار، وهادي علميا ناس دي زيتود مونديال، شاك فوا وين ان جوار يروح يداوس مع الاربيتر عنده اون كونسونطراسيون، تروح له لا كونسونطراسيون تقريبا ثلث دقائق، يعني الامكانيات الفكريه تاعو تنقص، وفي هذوك 3 مينوت يفير دي بيتيز. اما الانسان اللي 10 خطرات يروح يداوس مع اربيت، راهي 30 دقيقه دي كونسونطراسيون تروح له. يعني علميا سي دي زيتود سيانتيفيك، والمدربين في اوروبا يخدموا عليها، يقول الجوار ما تكترش مع الاربيت. حنا كي تشوف واحد كما بالليلي هكذا كيكثر، ماشي خطره ماشي زوج في الماتش، سي دوماج. يعني ان شاء الله ربي يهديه، وان شاء الله ما يزيدوا ينقصوا له الاخر. انا يعني النصيحه اللي نعطي له يشد يتحكم في روحه. كان لاعب ما شاء الله عنده امكانيات باش ينجح افيك سون طالون باذن الله. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.